ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ ايه المذاكرة ان شاء الله يعني تكون تمام معاكم، تكون خلصتوا الجزء الاكبر. حبيت اطلع معاكم دلوقتي اديكم جزء كده مراجعة سريعة بعد المراجعات بتاعتكم اللي طبعا احنا اتفقنا عليها. اتفقنا على الورك بوك، اتفقنا على النماذج الاسترشادية، اتفقنا ان انت تحل يعني مش اقل من 5 اعوام سابقة، إن ما كانش أكتر حوالي 10 تكون أفضل بكتير. فرصتك إن أنت بقي عندك حوالي 4 أيام، فالمفروض تكون خلصت الجزء ده. لكن في جزء جديد ظهر معانا اللي هو المنصة التعليمية. حبيت أشارككم بالجزء بتاع المنصة التعليمية وقسمته على أجزاء، فأنا واخد جزء الترجمة الوعد دلوقتي في فيديو سريع كده، بس يعني بعرفك الكلمات المهمة، بتعرفك الترجمة تحلها إزاي، لأن بصراحة جزء مهم جدا جدا، وحسيت ان الجمل اللي موجوده فيه فعلا جمل مهمه. يا ريت تتابعني معايا وما تستعجلش ان انت تفصل الفيديو بدري، لان فعلا فيها حاجات هتفيدك. تمام، هناخد جمل الترجمه من from English into Arabic and Arabic into English. مش هنضيع وقتك ونبدا مع بعض. بيقول لنا translation translate into اوكي. بيقول لي هنا يا شباب translate into ايه؟ into Arabic. شوف مع بعض الجملة الأولى جايبها لنا. طبعا موضوع العصر. موضوع العصر يا شباب اللي هو الكورونا. تمام؟ فهنا بيتكلم عن الكورونا فيروس as يعني نسميه كده current event، حاجة كده منتشرة الأيام دي، وربنا يحمي بلدنا مصر إن شاء الله من الوباء، ونقدر نعدي الفترة ده على خير، وإن شاء الله تخلصوا الامتحانات بتاعتكم وإنتوا في منتهى الأمان، وبإذن الله ما يكونش في أي مشاكل لأي واحد منكم. الجملة هنا عايزك تبص عليها كده بسرعة. لا هاجي احل يا مستر دلوقتي، انا هحل الجمله من انجليزي، هحلها واكتب انا بالعربي، هعمل ايه؟ اول حاجه انت عايزك تطلع لي الكلمات الصعبه بسرعه. تمام؟ بعد كده هتيجي تبدا في العربي، غالبا بتبدا بالفعل عكس الانجليش. انا لما اجي هبدا انجليش ببدا بترتيب subject verb object، انما في العربي حاول تبدا بالفعل، حاول تبدا بالفعل. تمام؟ ده الجملة موجودة يعني فيها فعل. لكن أنا هدور على كلمة صعبة. infectious معناها معدي، disease يعني مرض. يا ريت لو في كلمة صعبة حاول تكتبها في ورقة. introduce coronavirus، تالي كلمات سهلة جدا. فالجملة بتقول إيه؟ COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. تمام؟ فالجملة هنا COVID-19 هو مرض معدي يسببه فيروس كورونا المستجد والذي يصيب الإنسان لأول مرة. جملة ثانية، الجمل من المنصة التعليمية من امتحانات سابقة، وهو تقريبا يعني أخذ برضه حاجات من البوكلتس اللي هي في السنوات السابقة. Most countries announced the suspension of study in all educational institutions. خد الكلمات وعلم عليها. institution مؤسسه، educational تعليمي، suspension يعني ايه؟ تعطيل. طيب within the procedures يعني اجراءات social distancing اللي هي التباعد الاجتماعي. يبقى انا عندي social distancing procedures اجراءات، institution مؤسسه، suspension تعطيل. أعلنت معظم الدول عن تعطيل الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية ضمن إجراءات التباعد الاجتماعي. الجملة الثالثة بيقول لنا كده The government does great effort to prevent and slow down transmission of COVID-19 virus. Protect yourself and others from infection by washing your hands or using an alcohol face rub frequently and not touching your face. تعال نشوف مع بعض ايه الصعب في الجزء ده.
هل فعلا في كلمات صعبة أقدر أعلم عليها؟ لو بصينا على بعض الكلمات كده ممكن نقول كده يا شباب ترانسميشن، اوكي داون ترانسميشن يعني عايز ايه النقل او العدوى انتشار يعني، اوكي انتقال داون ترانسميشن يقلل الانتشار، انفكشن قلنا العدوى. طيب طبعا فريكوينتلي يعني باستمرار، رب فريكوينتلي يعني ان انت تزيل الحاجه اللي على ايدك باستمرار. مفيش كلمات يعني حاجه سهله لينا، اعتقد دلوقتي الكلمات بتاع كورونا بقت درجه بالنسبه لنا. بتبذل الحكومه، انا قلت هبدا بالفيرب اهو، لما اجي ابدا سوري هبدا بالفعل يعني في اللغه العربيه ابدا بالفعل. تبذل الحكومه جهودا عظيمه لمنع وابطاء انتشار فيروس كوفيد 19. عليك ان تحمي نفسك والاخرين بغسل يديك جيدا، استخدام الكحول وعدم ملامسه الوجه. حاول يبقى عندك اسلوب كويس في اللغه العربيه، تستخدم كلمات لغة عربية، بلاش الكلام العام لأن في ناس بتترجم يا شباب بتكتب كده باللغة العامية، لا ده انت بتكتب لغة عربية وكمان تراعي القواعد النحوية فيها. وأهم حاجة كمان تراعيها ان يبقى عندك كمان يعني هنتكلم في الجزء الثاني الانجليش، يبقى عندك جرامر صح ويبقى عندك كمان الرايتنج، الرايتنج لازم يكون صح. Over years the Egyptian woman has proved that she has the ability to share the man his responsibility side by side. In the past, she fought beside him in the battle of independence. But today, in the battle of building and reconstruction. جملة كبيرة شوية، بس على فكرة جملة من الجمل اللي أنا بعتبرها من الجمل المهمة جدا، لان فيها بعض الكلمات اللي هي ممكن تكون واقفه قدامك شويه. يعني زي ايه يا مستر؟ لو قلت مثلا كده عندي هنا ريسبونسبيلتي اللي هي مسؤوليه، طبعا ديبندنس في كلمات كبيره تلاقي حروفها كتير، حاول تقسمها. يعني ايه اقسمها؟ يعني الكلمه دي ليها الفيرب بتاعها ايه؟ ديبان، بقت سهل يعتمد. طب ديبندنس الاعتماد، الاي ان ادتني الاستقلال، بتديني الاوبوزيت، تمام؟ الكلمة بتديني ايه؟ الاوبوزيت الاي ان. يبقى الجملة على بعضها كده يا شباب ريكونستراكشن الار اي برضه زيادة، يبقى حاول تقسم الكلمة، الكلمة كونستراكت يا ابني كونستراكشن بناء، ريكونستراكشن اعادة البناء. عبر السنين اثبتت المرأة المصرية ان لديها القدرة على مشاركة المسؤولية مع الرجل جنبا الى جنب. ففي الماضي حاربت المرأة في معركة الاستقلال، واليوم تحارب في معركة البناء والتعمير. اوكي كمان جملة، Democratic countries care for education and health care for citizens to build a new strong generation who are able to participate effectively in building their nations. شوف الكلمات الصعبة، education عرفنا التعليم، طب لو زودنا لها AL تبقى تعليمي، citizen يعني مواطن، participate يعني يشارك، تساوي take part in تساوي share. طب generation اجيال، effectively اصلها affect يؤثر، effect تأثير، effectively بتأثير. تمام يا شباب؟ يبقى تهتم الدول الديمقراطية بالتعليم والرعاية الصحية للمواطنين لبناء اجيال جديدة وقوية قادرة على المشاركة بفاعلية في بناء اوطاننا. الترجمة ممكن تكون في كلمة صعبة وطبيعي جدا هيحصل معايا يا شباب. هل افندها؟ لا، خد المعنى، خلي ترجمتك للمعنى مش ترجمة كلمة بكلمة ولا ترجمة حرف، ترجمة للمعنى عشان طبيعي ممكن تلاقي بعض الكلمات انت مش عارفها، تمام؟ ما تقفش عندها ولا تعقد نفسك. الجملة الرابعة يا شباب بيقول كده، without peace civilization couldn't flourish as wars destroys all that man has made of progress. خد الكلمات كده بسرعه، peace السلام، civilization الحضاره، طب flourish يعني ينتعش، ينتشر يعني في كده انتعاشه، destroy طبعا يحطم، war الحرب، progress يعني التقدم. معاها كمان في كلمات مرتبطه بكلمه progress،
تلاحظ كلمة prosperity اللي هو الرخاء والفير الرفاهية. أوكي؟ لا يمكن للحضارة أن تزدهر بدون السلام، فالحروب تدمر ما حقق الإنسان من تقدم. ضمن الخمسة number five, a lot of African countries suffer from droughts and famine. Also, governments are distributing food aid to millions of people. More and more people are in dire need of assistance. فيها بعض الفوكابلر. تمام؟ معايا كده suffer from يعاني من. خلي بالك من الكلمة دي كويس أوي. Droughts دي أو معناها الجفاف. لكن في كلمة تاني بالA drought D-R-A drought تيجي معنى إعصار أو طيار. أوكي؟ طيب famines مجاعة. Distributing أصلها distribute يعني يوزع. Assistant assistant المساعد. هنا النون منها assistance يعني مساعدة. In dire يعني في أمس الحاجة. In dire need. In dire need في أمس الإيه؟ الحاجة. تعاني كثير من الدول الإفريقية من الجفاف والمجاعات بالرغم من قيام الحكومات بتوزيع المعونات الغذائية على ملايين البشر، إلا أن هناك المزيد والمزيد من الناس في أمس الحاجة إلى الإيه؟ المساعدة. نمبر 6 جملة كمان هنا جاية في البوكلت الرابع لسنة 2017. ماس ميديا. Mass media plays a vital role in forming the public opinion. Newspapers and magazines inform us of whatever happens all over the world. Radio and the TV convey to us the latest news almost in no time. Mass media وسائل الإعلام. Vital role. Vital role يعني دور حيوي، دور مهم، دور أساسي. Okay. عندي كمان كلمة convey. convey دي معناها يعني تغطي، بتدينا الأخبار. latest news أحدث الإيه؟ الأخبار. جمنا على بعضها. تلعب وسائل الإعلام دورا حيويا في تكوين الرأي العام، فالجرائد والمجلات تخبرنا بما يحدث في كل أنحاء العالم والإذاعة والتلفزيون تنقل لنا الخبر في أسرع وقت. بطلب منك يا شباب أن يكون عندك لغة عربية كويسة. أوكي؟ لغة عربية كويسة يعني حاول تحسن من الكلمات اللي بتستخدمها، بلاش تكتب بأسلوب عام كلمات عشوائية. تمام؟ ننتقل للجزء اللي بعد كده اللي هو Translate into English. Translate into English يعني أنا المطلوب دلوقتي إيه؟ إن أنا هترجم من كلام مكتوب العربي مكتوب للانجليش. هقرا الجملة، هحط برضو خط على الكلمة الصعبة، بس مش عايزك برضو تتسرع في الإجابات. في كلمات بنسميها في اللغة العربية إيه؟ ترجم من عربي لعربي. هي مستر الكلام اللي بتقول ده. يعني في بعض الكلمات هتلاقيها في اللغة العربية صعبة، مثلا يعني تكدس، محتشد. يعني ايه الكلمه دي بالانجلش؟ مش عارفها، فكر فيها كده. محتشد. الفصل بتاعنا محتشد بالطلبه، طب مش معناها مزدحم؟ فصل مكتظ بالطلبه مش معناها مزدحم؟ crowded. مش عارف crowded كمان. a lot of people, a lot of students. يبقى انا هترجم من عربي لعربي عشان اوصل للايه؟ للكلمه اللي في دماغي بالانجلش. تمام؟ تاني حاجة لما تيجي تبدأ بالجملة في الإنجليش صعب. verb object. أنا عندي ثلاث حاجات يعني أساسية في الإنجليش، فيش جملة من غير كده. subject verb object. تمام؟ تراعي الجرامر، تراعي الجرامر كويس قوي. هبدأ هستخدم present simple، هستخدم past simple. الحاجات دي اتشرحت كتير أثناء السنة، مش وقتها. مش هقول لقاعدة هستخدم present perfect واستخدم past perfect إمتى؟ لا، بس راعي على قد ما تقدر راعي الزمن. راعي حاجة كمان مهمة جدا، writing. انت بتعمل ترجمة، يعني الحروف اللي هتكتبها هتتحاسب عليها، فحاسب كده وانت بتكتب ايه، حاول تخلي خطك كويس، حاول تخلي الرايتنج بتاعك ايه كويس. تمام يا شباب؟ هنبدأ مع بعض الجملة الأولى. translate from
Arabic into English. بيقول يجب إعادة النظر، يجب إعادة النظر لحظة معايا. تمام. بيقول كده يجب إعادة النظر في توزيع الخريطة السكانية لمصر والاتجاه لاستصلاح الصحراء بدل من التكدس على ضفاف النيل. أنا زي ما قلت لك أهو دلوقتي، بدلا من التكدس على ضفاف الإيه؟ النيل. طيب يعني أعمل إيه دلوقتي يا مستر؟ قريت الكلمات؟ عرفت في كلمات صعبة؟ تكدس زي ما قلت لك أهو صعبة، يعني ازدحام. طيب خريطة ماب سكانية population، ركز وانت بتكتب انجلش يبقى عندك الادجكتيف ولا الناون، حاول تعمل تركيب جمله صح. تمام. يجب اعاده النظر. يجب هنا مش لازم اقول شود، مش لازم اقول ماست، بس لو مش عارف غيرها اكتبها. لكن انا يا مستر عندي حصيله لغويه ممتازه، اديني الحصيله اللغويه دي انا احس بيها، ما تخليهاش لنفسك. تمام. انت ذاكرت سنه كامله بتذاكر اهو، من شهر 8 بتذاكر عشان الساعتين او الثلاث ساعات اللي هتقعدوا. تمام. فطلع كل اللي عندك، كل مجهودك. It is imperative or it is necessary to reconsider the distribution of population map and tend to desert reclamation instead of congesting piling up. واحده منهم، مش فاكر الاثنين طبعا في الامتحان. اوكي. تكدس بتيجي معنى congest or pile up. تمام. Along the Nile banks اللي هي ضفاف النيل. تمام يا شباب. كمان جمله في اللغه العربيه هنحولها للغه الانجليزيه. يجب اعاده النظر، نفس الجمله سوري مكرره. بسبب ظروف الحياه الصعبه ابتعد الناس عن القراءه، الشعر والقصص الرومانسيه. ده ما فيهاش كلمات صعبه، بس كلمه بسبب ما تبقاش تستخدمها because of. يعني ممكن اقول because of، مش هقول لك غلط، بس انا عندي due to افضل شويه. تمام. يعني هتخلي اللي بيصحى كده لا ده عنده كلمات كويسه. تمام. لو عندك غلطه كده اعديها لك التصحيح. اوكي. Due to the fast pace of life people stop reading romantic poems and stars. هنا مثلا stop، ممكن واحد يقول لي stop to read. لا طبعا، انا قلت توقف عن، يبقى اي ان جي. يبقى انت بتراعي على قد ما تقدر الجرامر، تراعي كمان الرايتنج يكون صحيح. جمله ثالثه، كل الحاجات دي انا بقول لك من المنصه التعليميه، وده حاجه جديده للوزاره، فمحتمل يجي منهم بعض الجمل. مهد كفاح نبوي موسى الطريق للمراه في مصر والعالم العربي لكي تنجح في التعليم والعمل. مهد مش عارف معناه، يعني سهله. ممكن اقول كده ايه؟ ميك ايزي. اوكي. كفاح مش عارف استراك، عمل جيد هارد وورك. اوكي. مثلا عندي هنا كلمه التعليم، عندي التعليم education. في حاجه اسمها التعلم بقى learning. اوكي. التعلم بنسميه ايه؟ learning. انما التعليم education. ف يعني عندي مثلا تنجح هنقول succeed، لكن النجاح هنقول سكسس. يبقى نبوية موسى هنا ده السبجكت بتاعي هبدأ بيه. زودت ابوستروف اس لان انا بقول كفاح نبوية موسى. هو دي الحاجات اللي بقول لك عليها اهو. يعني ممكن تقول ايه؟ نبوية موسى استراق، يبقى هنا استخدمتها كفيرب. انا عايزها كناون. كفاح. تمام؟ يبقى نبوية موسى، نبوية موسى استراجل بيفد. بيف هنا اسفلت يا مستر. هي يعنيها يمهد، معناها يسهل. يبقى هنا بيفد ذا واي فور ويمن in Egypt and the Arab world to succeed in war and education. كمان جملة في اللغة العربية. الهجرة الشرعية هي حق لكل مواطن، ولكن الهجرة غير الشرعية تعرض له مخاطر كثيرة. هجرة يعني immigration. اوكي. شرعية معناها legal، لما زود عليها IL تديني illegal يعني غير شرعية. مواطن قلناها معناها citizen. تعرضه معناها ممكن استخدمها face، بس انا عندي كلمه افضل expose. expose يعني تعرض. مخاطر بتيجي معنى risk، وكثيره يعني many او الطاف. legal immigration is where a citizen's right path. illegal immigration exposes him to a lot of risks. اوكي.
جملة بتقول عن التعليم، ودي برضو من الجمل المحتملة والمهمة جدا، إن قضية إصلاح التعليم من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري، حيث إن البحث العلمي أحد ركائز الأمن القومي. كلمة قضية ممكن أستخدمها معنى كيس، كرايسيس، إيشو، إصلاح ممكن أقول ريفور، تمام؟ تعليم أون إديوكيشن. طيب البحث العلمي دي تركب الكلمة على بعضها بقى، ساينتيفيك يعني علم، مي طيب بحث علمي يبقى أسميها كده ساينتيفيك ريسيرش. يبقى أنا عندي كلمتين مركبتين أهو، أحد ركائز، ركائز دي خدناها يعني إيه؟ يعني أعمدة، صح كده؟ ركيزة يعني عمودا، بيلرز. طيب مجتمع دي معروفة جدا، سوسايتي اللي هو المجتمع، والأمن اللي هو إيه؟ سكيورتي، ناشونال يعني قومي. The issue of education reform is one of the most serious issues facing the Egyptian society. A scientific research is one of the pillars of national security. أنا بحاول أجري في الوقت، أنا عارف إن وقتك مهم جدا وسمين، ما عندكش يعني وقت تضيعه، فسامحوني في السرعة شوية. أنا عايز أفيدك بس بالمعلومة، لأن في ناس ما وصلتش للملف ده PDF، ممكن يوصل لك كفيديو وانا ابعته لك شخصيا لبعض الافراد اللي هي بتتابعني على الفيديو. على قناتي في اليوتيوب ممكن تبدا تعمل اشتراك وترجع كده للفيديوهات القديمه، عملنا فيديوهات فيها 55 جمله من الامتحانات السابقه، عملنا اهم الجمل اللي وردت فيه برضو البوكليتس والوركبوك، عملنا فيديوهات مراجعه مهمه جدا، وهنزل لك كمان كل اللي تشوز اللي جه فيه حوالي 95 جمله تقريبا موجودين على المنصة التعليمية، هتلاقيهم في يعني في البلاي ليست بالنسبة للقناة اللي هو بنسميه كده ايه، مراجعة للشهادة الثانوية. على مر الزمان لعبت مصر دورا فعالا في حل المشكلات والقضايا على المستويين الإقليمي والدولي. يا مستر على مر الزمان، على مر يبقى أقول لونج، وطول، تمام، along the time. لعبت طبعا سهلة، دور فعال هنا، دور يا مهرول R-O-L-E تفرق عن R-U، تمام؟ في ناس يعني ما تكتبش غلط، حاول ما تكتبش غلط، ارمي القلم كده على الديسك بتاعك، ادي نفسك 10 أو 20 ثانية فكر، وبعد كده ركز ورتب أفكارك وابدأ اكتب. فعال افكتيف، مشكلة يعتمد بروبلم، قضايا لسه قايلينها ايشو، مستوى يعني ليفل، انت واقف في الانجليش ليفل A، أنا ليفل B، يبقى ليفل مستوى. إقليمي ممكن أقول لوكال، ممكن اقول ايه ريجن يعني منطقه، ما اقليم يعني منطقه ريجنال، لكن دولي انتر ناشونال. Along the time Egypt played an effective role in solving the problems and issues on both regional and international levels. زي ما قلت بترجم من عربي العربي، الجشع، الجشع ده يعني الطمع، greed، يبقى ما تقفش يعني تنشن او كده، الجشع هو الطمع. طيب ارتكاب خدناه في يعني مرت علينا في المنهج، كوميت يرتكب، وجريمه كرايم. الحاق الضرر، الحاق الضرر يعني ايه الحاق دي؟ اقول انكلوز يرفق؟ لا، الحاق ضرر يعني يسبب ضرر، تمام؟ يبقى فكر في المعنى بالعربي وترجمه عربي، يبقى كوز هار، اوكي، بغيرهم حتى يحصل على ما يريدون. Greed pushes people to commit crimes and cause harm to others in order to get what they want. What they want يعني ما يريدون. جملة سريعة كده سهلة، يجب وضع خطط عاجلة لمواجهة أي تغيرات مناخية مفاجئة. عاجلة يعني urgent. طبعا مواجهة قلنا face، مناخ يعني بناخدها معنى climate، ومفاجئة قلنا urgent أو ممكن ناخدها معنى sudden. Urgent plans must be set to face any sudden or unexpected climate changes. Okay. اكتب كلمة واحدة من الكلمتين. يجب علينا ترشيد الاستهلاك في المياه والكهرباء والطعام وذلك لمواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار. ترشيد بناخدها معنى rationalize، استهلاك consumption يعني استهلاك، من الverb consume يستهلك. في المياه والكهرباء ارتفاع متزايد في الاسعار، دي اكسبريشن خدناه مع بعض اللي هو ايه؟ بنقول كده prices rising، ارتفاع الاسعار. We have to rationalize the
consumption of water, electricity and food to face the increasing rise in prices. او ممكن نقول على بعضها ايه؟ price rising. شعب مصر كريم وطيب، معروف بالشهامة وحب الكرامة. عندنا كلمة الشهامة ممكن تقف معك شوية؟ لا، الشهامة بتيجي معنى يعني شخص نبيل، وشخص نبيل يعني نوبل، يبقى نوبلتي هي الشهامة. الكرامة معروفة جدا وخدناها في المنهج، dignity، والكريم طبعا generous يعني كريمة، بناخد منها generosity اللي هو الكرم. يبقى the Egyptian people are generous and are known for nobility and love of dignity. Love of يعني حب الكرامة. في مصر القديمة استخدم الناس نوعا من النباتات الطويلة يسمى الباربي في صناعة الورق. عندنا هنا كلمة الباربي بابيروس. بابيروس. عندنا كمان القديمة اللي هي ancient. الكلمات بتاعتها يعني سهلة. In ancient Egypt, people used a kind of tall planted called papyrus to make paper اللي هو الورق. جملة كمان في البوكلت 2017، علينا الاستفادة من مزايا العولمة لخير مصر ومواكبة التقدم العلمي. عولمة كلمة مشهورة ومعروفة، globalization. عندنا مثلا كلمة خير ممكن أقولها good، تمام؟ ممكن أقولها إيه؟ good أو for the sake يعني لأجل أو عشان خاطر. مواكبة، كلمة يواكب يعني يتابع. أكتب follow يا مستر لو مش عارف. كلمة كوب أكتب follow، تمام؟ يعني أنا أحاول إن أنا يا شباب أسهل الدنيا على نفسي. طبعا progress قلنا إيه؟ التقدم. We should make use of the merits of globalization for the sake of Egypt. أنا لخصت كلمة لأجل أو for the good of Egypt and to cope with scientific progress. خلي بالك هنا كلمة merits معناها مزايا، demerits يعني عيوب، ساوي advantage عكسها disadvantage. في كلمتين تاني pros and cons، الكلمات دي مرت علينا في المنهج واستفدنا من المنهج بتاعنا. بنخلص كده من جزء الترجمة اللي موجود على المنصة التعليمية، مش هياخد معاك ربع ساعة الفيديو ده، لكن كلماته مهمة، سجلها في دماغك، حاول ان انت تراجعها كويس، وتابعني في الفيديو التاني اللي هو الخاص بالأسئلة اللي تشوز، هشرح كل أجزاء الجرامر جزء جزء. مش هيطول الفيديو معاك ان شاء الله، بس بلملك المنهج كله، كل جملة فيها جرامر بذكرك بسرعة ايه اللي يخليني اخترت ده وما اخترتش ده، وهخليك ان شاء الله تفهم الجملة اكتر ما انت تحفظها. كان معكم مستر ريمون مكرم، واتمنى لكم التوفيق وسلام يا احلى شباب في مصر.